كنا حابين نقول لكم تريك تشيلوا بيها زفارة السمك أو الجمبري اللي عندكم. لو عندكم جمبري وسمك وحاسين كده إن في ريحة الزفارة، ففي 3 حاجات لو استخدمتوها هتشيل الزفارة دي. ال3 حاجات هم مستردة، فلفل أسود، وخل أبيض. حطوا منهم على الحاجة اللي انتوا حاسين انها زفرة، اللي هي جمبري او سمك. فهنا مثلا انا عندي اهو جمبري، اكشري جمبري وسمك، فهحط عليه مستردة كتير. طيب يعني دول حوالي 3 معالق مستردة على الكمية دي. طيب طبعا الحاجة دي مستوية، بس زي ما تقولوا كده ايه، ريحتها شوية زفرة. فهحط لها فلفل اسود ومستردة وخل ابيض. طيب طبعا ايه، هقلبهم كويس قوي. يعني عايزه اقول لكم ان انا اول ما حطيت ال3 حاجات حتى قبل ما اقلبهم ريحه الزفاره راحت خالص. جربوا التريك دي وقولوا لي ايه الاخبار. ال3 مكونات اللي يشيلوا لك زفاره اي حاجه في الدنيا، وخصوصا زفاره الجمبري والسمك. لو انت حاسه ان ريحته زفره، يعني جايباه من عند الراجل مثلا وحاسه ان ريحته مش قوي، طيب فتروح حاطة عليه مستردة وفلفل اسود وخل وتقلبيه. فدي كانت التركة اللي بنشيل بيها زفارة الجمبري والسمك. لو عندكم حاجة وحاسين انها ريحتها زفرة، تحطولها مستردة وفلفل اسود وخل ابيض.